مشاهدينا متابعينا الاعزاء على بركه الله وتوفيقه ينطلق شوط 29 بانطلاقه البركه والخير باذن الله. يتواصل هذا الشوط وتتواصل الشعارات التي تبعثرت على ارضيه هذا الميدان لتشكل لنا ايضا الانطلاقات المميزه ولتزين ارضيه هذا الميدان بانطلاقتها. نتواصل مع اول المراكز ومع المقدمه تواجد همس لمحمد بن كرتي بن طالب ملخص المري، همس على الصداره والمقدمه. ثاني المراكز التواجد من قبل شعار مستوى من حققت الناموس الشوط الذي انقضى قبل قليل، وتواصل شعار البريدي حمد بن جرر البريدي المري بتقدم نسيم على المركز الثاني. ثالث المراكز الوصول والقدوم من قبل المركز الثالث من انطلقت بهذه اللحظات شعار الزعبي يتواصل بهذه الانطلاقه بهذه المسيره. إذا انطلاقة شهنية لمحمد بن عبد الله بن راشد الزعبي مع المركز الثالث رابع المراكز. إذا شعار الزعبي من انطلق مع ثالث المراكز رابعا، وتابع من الجانب الأيمن انطلاقة أحد الأسماء المميزة وتواصل على ما يبدو شعار العطية من يتواصل بهذه اللحظات وينطلق مع المركز الثاني. إذا هذه من تنطلق عليها أكثر من رقم على ما يبدو رقم 50، من تنطلق في هذه اللحظات الدوحة لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. بالفعل هذا شعار خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية من انطلق إلى المركز الثالث المركز الرابع. من انطلق شعار إلى ثاني المراكز تواجد وتقدم دستور لسالم بن ناصر الحفيظ المري. إذا نعيد النداء حتى نوافيك بالخمسة المراكز المتقدمة. أول المراكز التواجد من همس محمد بن كرد بن طالب المخص المري، ثانيا شعار بن حفيظ، المركز الثالث شعار خليفة بن خليفة العطية، والمركز الرابع وتابع التواجد من قبل الشهرية محمد بن عبد الله الزعبي، المركز الخامس الوصول والقدوم من قبل الهاشمية لحمد بن علي بن عامر الفيدة المري. هذا هو النداء للخمسة المراكز المتقدمة. نعود ونتحول إلى الصدارة إلى أول المراكز وإلى المقدمة. هذا الشوط غيرت وانطلقت دستور دستور تقدم هذا الانطلاق المميز وتتقدم على الأسماء المتواجدة. سالم بن ناصر بن سالم الحفيظ النابت المري يقدم لنا شعاره بتقدم دستور. الله يا دستور، دستور تغص شريط الكيلومتر الأخير وتنطلق بتقديم هذه العروض الممتازة والعروض المميزة. المركز الثاني التواجد من قبل همس محمد بن كردي بن طالب بن خس المري، المركز الثالث الدوحة خليفة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الله العطية مع المركز الثالث رابع المراكز شعار حمد بن راشد بن راية المري، وخامس المراكز هنالك القدوم والوصول من قبل الهاشمية حمد بن علي بن عامر الفيدة المري. ولكن أعود مع دستور، أعود مع دستور، سلامي على دستور وعلى انطلاقة دستور. من تنطلق مع الصدارة ومن تقدم لنا هذا المستوى العالي والمستوى الجميل والرفيع مع أول المراكز بتقديم وبعرض هذا الشعار شعار سالم بن حفيظ مع أول المراكز ومع أول المنطلقات. سالم بن ناصر بن سالم الحفيظ المري يقدم لنا دستور. سلالة المتحد، سلالة المتحد تتحد غواها مع أول المراكز ومع أول المنطلقات. دستور دستور مع المقدمة والصدارة. سلام وتحية واحترام لدستور ولمالكها ناصر أو سالم بن ناصر بن سالم الحفيظ النابت المري بتقديم دستور وعلى حصولي على اول المراكز. ولكن يا سلام اخرتها يا محمد بن كردي، همس من وصلت على المركز الثاني. ولكن نهني سالم بن ناصر بن سالم الحفيظ المري على حصول دستور على المركز الاول ثاني المراكز همس. ويبدو بان الالي كان معطلا
حمس من وسط على المركز الثاني محمد بكردي مطالب بمنخص المرمى. المركز الثالث كان الوصول من قبل ثالث مراكش الهاشمية لحمد بن علي بن عامر الفيد المر. المركز الرابع كان التواجد من قبل متعبة لعلي براج براس المر. المركز الخامس كان الوصول والقدوم من قبل جمايل لفيصل محمد الفيدة المري. تهاني التبريكات نزف الجميع. نشاهد لحظة إعادة شوطنا الذي انقضى قبل قليل. إذا مشاهدينا الأعزاء نشاهد ونتابع دستور من حصلت على ناموس هذا الشوط ولحظة الوصول إلى خط النهاية مع الفوز والناموس. نهني سالم بن ناصر بسالم فيصل المري على حصول الدستور على المركز الأول. التوقيت الزمني 4:31 جزء 1:3 التبريكات. ثاني المراكز كان الوصول من قبل همس. التوقيت الزمني 4:31 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لمحمد بكردي بطالب من خصم المري. والمركز الثالث كان الوصول من قبل هاشمية حاملة الرقم 19. توقيت الزمن 4:35 21 جزء من الثاني. الثالث التبريكات لحمد بن علي بن عامر الفيدة المري على حصول الهاشمية على المركز الثالث.